هاتف شاومي الجديد ريدمي تيربو 3 قوي ورخيص، مقاوم للماء والغبار، شاشة ممتازة، معالج قوي، ذاكرة تصل إلى 1 تيرابايت، شحن سريع بقدرة 90 واط. تابع الفيديو بالكامل لتعرف سعر ومواصفات ومميزات الهاتف بالتفصيل. تاريخ النزول: تم الإعلان عن الهاتف يوم 10 إبريل 2024 وأصبح متوفر في الأسواق في نفس التاريخ. الهاتف مقاوم للغبار والماء بمعيار IP64. يأتي الهاتف مع بصمة تكون تحت الشاشة. يأتي الهاتف مع 4 خيارات من الذاكرة. أصغر حجم يأتي مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت مع رام حجم 12 جيجا بايت، وأكبر حجم يأتي مع ذاكرة تخزين 1 تيرابايت مع رام 16 جيجا بايت. نوع الذاكرة UFS 4.0 وهي ذات أداء عالي، ولا يدعم الهاتف تركيب بطاقة الذاكرة الخارجية. النظام: نظام أندرويد 14 وهو أحدث إصدار مع واجهة شاومي هايبر أو إس. يأتي الهاتف مع بطارية حجم 5000 ملي أمبير مع شحن سريع بقدرة 90 واط، ولا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي ولا العكسي. وتقول شاومي إن البطارية تكفي لمشاهدة الفيديوهات لمدة 13 ساعة ولتصفح الويب لمدة 14 ساعة. يأتي الهاتف مع معالج سناب دراجون 8S الجيل الثالث، وهو معالج حديث وقوي. أما معالج الرسوم يأتي مع أدرينو 735، وبذلك أداء الهاتف سيكون قوي وسريع. الهاتف مزود بنظام تبريد آيس كولينج يساهم في تقليل درجة حرارة الهاتف. أيضا الهاتف يدعم ميزات تعمل بالذكاء الاصطناعي وهي كالتالي: ميزة تقليل الضوضاء أثناء المكالمات لجعل الصوت في المكالمة أكثر وضوحا، ميزة تشغيل شاشة الهاتف عند النظر إليها، ميزة التلويح باليد عن بعد لعمل عدة إجراءات مثل التبديل بين الملفات الصوتية. الشاشة: مواصفات الشاشة ممتازة مع شاشة حجم 6.67 إنش بنوع ممتاز AMOLED بدقة 1.5K وبعدد بكسلات 446 PPI. تأتي بمعدل تحديث 120 هرتز، تدعم 68 مليار لون، كما تأتي بمعدل سطوع يبلغ 2400 شمعة، تغطي الشاشة نسبة 90% من جسم الهاتف تقريبا. يدعم الهاتف تقنية HDR 10 Plus وتقنية Dolby Vision وطبقة حماية الشاشة نوع Gorilla Glass Victus. تعتبر مواصفات الشاشة ممتازة لهاتف بهذا السعر، وتقول شاومي إنها عملت على جعل الشاشة مريحة للعين بشكل احترافي. يدعم الهاتف Bluetooth 5.4 ومزود بتقنية الصوت APTX HD و APTX Adaptive. يدعم Wi-Fi 6E، تقنية NFC، مكبرات صوت ستيريو. منفذ الشحن من نوع USB Type-C 2.0، ولا يدعم الهاتف منفذ الهيدفون السلكي ولا الراديو. الكاميرا: يأتي الهاتف مع كاميرا مزدوجة، الأولى عدسة واسعة بدقة 50 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F1.6 مزودة بمثبت بصري OIS، الثانية عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بيكسل. الهاتف يأتي مع فلاش LED أحادي وتقنية HDR قادر على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار. أيضا يدعم الهاتف المثبت الرقمي للفيديو EIS السيلفي. السيلفي يأتي بعدسة واحدة بدقة 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F2.2 تدعم تقنية HDR وقادرة على تصوير فيديو بدقة Full HD بمعدل 60 إطار. الأبعاد والوزن: طول الهاتف 160 ملم تقريبا والعرض 74 ملم تقريبا. أما سمك الهاتف يبلغ 7.8 ملم ويبلغ وزن الهاتف 179 غرام. يأتي الهاتف مع 4 ألوان. ما هي مميزات الهاتف؟ أداء قوي بمعالج سناب دراجون 8S الجيل الثالث، ذاكرة تخزين كبيرة تصل إلى 1 تيرابايت مع رام 16 جيجا بايت، مقاوم للغبار والماء بمعيار IP64، شحن سريع بقدرة 90 واط، شاشة بمواصفات عالية. السعر: سعر الهاتف في الصين 280 دولار تقريبا. اكتب لنا ما هو رأيك بهاتف شاومي ريدمي توربو 3، ولمشاهدة فيديوهات أكثر عن الهاتف اشترك في القناة.